ما هلا لا حنروح لمحطتنا التالية عن الصحة، وأغلب السيدات بوقتنا هاد بيكون همها الخطوط العريضة اللي بدها تطلع على وشها اللي بتسمى الترجعيد أكيد، ولكن الواقع إنه في دراسات كتير بتشير إنه الإكثار من السوائل والأكل الصحي ممكن يساعد على إطالة فترة ظهور التجاعيد على البشرة. نتعرف أكثر على هذا الموضوع معنا دكتور جورج معلم، مدرب رياضي وخبير أيضا بالتغذية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، هون يعطيكم ألف عافية. بعرف في ظروف معينه، فلضيق الوقت معلي تسمحوا لي معي الكم دقيقه بدي احكي فيهم على السريع، وبعتذر من اللي عم بيشاهدني عم بيسمعني. بالعاده بنشرح له اكثر بنفصل له اكثر، اليوم رح يكون موضوع مقتضب كثير. هلا طبعا بتتكون التجاعيد اكيد من لما بينقص من المياه، وبتتكون من عوامل اخرى واسباب اخرى ثانيه رح ادخل فيها دغري، ما عم لك تخربط علينا الموضوع كله. طبعا تقدم بالعمر بيلعب دور كثير مهم، كل ما تقدمنا مهما عملنا بده تظهر التجاعيد طول ما نحن عشنا فتره اطول. عوامل ثانيه مثل تساعد على ظهور التجاعيد مثل التوتر، مثل الضغوط النفسيه، مثل التدخين، مثل العمل الوراثي، مثل التعرض للملوثات، مسائل ثانيه. بس اما اهم عامل واهم سبب اللي بيساعد على ظهور التجاعيد هو طبعا برايكم شو؟ لا، أهم من العمر هو الشمس، هو التعرض للشمس. الشمس ألد أعداء البشرة والجلد هي الشمس تماما، فننتبه دائما من مسألة الشمس. تعرض للشمس بتظهر هذه التجاعيد وبتزيد منها وبتسرع منها، وما نتخيل لما نتعرض لفترات طويلة لو فترات قصيرة، يعني مثل النشاطات اليومية اللي بنقوم فيها بالنهار، تنزه، قيادة سيارة، مشوار، بتعرضني لهي المشكلة. لأنه 70% من ظهور التجاعيد بتكون بسبب هيدي النشاطات. خبركم هي الاشعه الفوق البنفسجيه اللي بنسميها يو في اي بنقراها على المنتجات، هي موجوده كل اليوم ومدار السنه، يعني حتى بالشتاء موجوده بكل الفترات، الوقت مو بس شرط وقت تكون في شمس قويه موجوده. فاذا هي من العوامل تقريبا عده عوامل. الشمس الشباط المعروفه قد ايه هي بتاذي البشره وبتاذي كيف الوجه، كيف شمس الشباط اذا تماما بدنا نقول تماما ما تماما بالصيف كل 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 الفترات، كل الفترات موجوده الاشعه اللي بتاثر على البشره وعلى الجلد وتزيد من التجاعيد. عندنا مجموعه من الفيتامينات والمعادن، بعتذر مرة ثانية عم بحكي بسرعة كثير كبيرة لأنه مشان الوقت، مثل مضادات الأكسدة اللي، لأنه مثل ما بنعرف احنا الجذور الحرة اللي بتسببها الشمس بتسبب هي التجاعيد، فنحن بناخذ لها شيء حمايات للمواضيع، فمثل فيتامين إي، فيتامين سي أو الأ أو البيتا كاروتين، مجموعة فيتامينات بي ممتازة. عندنا كريمات مصنعة بنشوفها بالصيدليات مصنوعه من الكولاجين، كريم الكولاجين او كريم من نبات الصبار، من اهم المواد المفيده للبشره ولجلد هو الصبار، مستخرج منه كريم. بدي اخذ مضادات اكسده طبيعيه مثل بذر العنب، مثل الشاي الاخضر، زنجبيل، كل هذه المسائل بتساعدني كثير على تاخير من عوامل التجاعيد او تخفيف منها قدر الامكان. راح احكي على السريع، بدي اخلص من الموضوع على موضوع نصائح وارشادات، هدول بدي احكي بقى شوي ببطء فيهم. أول نصيحة أنا بنصح فيها مشان نحن نأخر التجاعيد قدر الإمكان أو حتى ممكن نمنعها لفترة طويلة، هي أن نعتمد على غذائنا على الأطعمة النيئة والفواكه الخضروات، وقدر الإمكان تكون نيئة. أني أشرب الماء بشكل كافي، ما بديتي حضرتك مثل ما ببداية الموضوع، لازم أشرب من 3 لـ 4 لترات كل يوم ماء. الماء أول شيء بيخلي جلدي طري ورطب، وبنفس الوقت بيخرج دموع من الجسم. ثلاثة، ابتعد عن الزيوت الدسمة والمواد الدهنية وكل هيدي المسائل. 4، فيك عندنا كثير مسائل مثل الكافيين، يعني كثرة الكافيين أو كثرة التدخين من العوامل المضارة جدا، تسحب النضارة من الجلد من البشرة وتفتح الطريق لتدخل التجاعيد بشكل أسرع. ننتبه على هذا الموضوع. عندي بغض النظر عن عمرنا أو لون بشرتنا أو نوعها أو ظروفنا، لازم دائما نستعمل الواقي الشمسي اللي نحن بنستعمله بكل فصول السنة، بكل فترات اليوم. حتى لو فترتنا نحن لقينا الطقس مغيمي اليوم، ما في الشمس القوية بشي، بدنا نحطه بكل فترات السنة. هون الحكي طبعا بشكل خاص للسيدات. بدنا نتبع بعد التمارين خاصة للوجه، يعني على سبيل المثال أنا بنصح دائما السيدات المضغ المبالغ فيها، يعني كأني أنا عم باكل لقمة بس عم بالغ بالمسألة مشان هذا الموضوع، شد العضلات الوش اللي هون. بنصح مثلا بعد المساج الخفيف، الحركات الخفيفة، روس الأصابع على البشرة على الجلد، تمام، تلعب دور. بعطي نصيحة الكولاجين أكيد بنصح طريقة مهمة كثير، إنه إذا فينا كل يوم أو حسب ظروفنا نستلقي أو نسترخي على لوح مائل شوي للأسفل، يعني يكون راسي، يعني الدورة الدموية هي باتجاه الرأس باتجاه البشرة،
حوالي 10-15 دقيقة، نقطة كثير مهمة. بدي أنصح أنه نفتح كبسولة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة بشكل خاص فيتامين إي. إما نضيفها لكريم نستعمله نحن كسيدات مرطب أو إلى آخره، أو فينا نحطها على وشنا بشكل مباشر نتركها مدة من الوقت، كمان بتحميني من الجذور الحرة اللي حكيت عنها بالبداية. بنصح، شو بدي انصح كمان، بينصح كمان فينا نعثر يعني، بننصح بيه. طيب نصيحتين اخري انه بالنسبه لمواد التجميل نحاول ننقيهم بشكل يعني جيد، ما نتشارك بمواد التجميل ولو بيني وبين اختي، بيني وبين بنتي الى اخره. اثنين، انه مده معينه لو بغض النظر يعني المفروض حسب الظروف كتله 4 أشهر اني انا غير هذه المواد التجميل. في كثير نصائح وكثير مهمه بنحكي عنها من الله راد المستقبل باذن الله ان شاء الله يا رب. كل الشكر لك دكتور، وبدنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا للنصائح اللي يمكن سريعه مختصره. شكرا لك. الحمد لله. تسلم. شكرا على عين.